حياكم الله. جدل واتهامات وتراشق بالبيانات، هذا ما نقرأه ونسمعه بين نقابة الأطباء من جهة واتحاد شركات التأمين من جهة أخرى. ماذا حصل؟ لماذا كل هذه الاتهامات؟ لمصلحة من؟ من المستفيد من الخلاف؟ من الخاسر؟ والأهم، من سيدفع الفاتورة؟ هل المؤسسات المعنية أم شركات التأمين أم الحلقة الأضعف؟ المريض أي المواطن. كل 10 أعوام هناك إعادة لتسعيرة الإجراءات الطبية. في عام 98 جددت، وهي إجراء تعاقدي بين شركات التأمين ونقابة الأطباء. بعد 10 أعوام أي عام 2008 تم التجديد أيضا على التسعيرة الجديدة وتم الاتفاق. بعد 10 أعوام أخرى أي عام 2018 لم يتم التجديد والتسعيرة على ما هي عليه. قبل 10 أيام أو تزيد كان هناك لقاء للهيئة العامة لأطباء القطاع الخاص، تم فيه التصعيد والتصعيد مع شركات التأمين، وتم تنسيب لمجلس النقابة الذي بدوره اتخذ قرارا فاجأ الجميع بإيقاف التعامل مع شركات التأمين وإلزامها بالتسعيرة الجديدة. شركات التأمين ردت وقالت إن هذا القرار مخالف للمادة 20 من قانون التنافسية، وهو مخالف للقانون، وتم التلويح بتهديد أن أي طبيب ينسحب من مجموعة التأمين لن يعود أبدا. هذا رآه البعض تهديدا مبطنا. بالمحصلة النقابة قالت بأنه اعتبارا من 2 أيلول يعني 2/9 ستوقف التعامل مع شركات التأمين، إلا أن المريض سيقوم بزيارة المستشفى أو الطبيب، راح يعبي النموذج ويدفع التكاليف. السؤال المطروح، من سيضمن للمريض في حال أنه دفع أن تقوم شركات التأمين بتعويضه بما دفع؟ التأمين لن يعترف والمريض لن يدفع لأنه مؤمن ويقتطع عليه من راتبه. لماذا الجدل؟ ربما نتعرف اليوم أكثر على التفاصيل، لكن دعونا نطلع على أبرز نقاط الخلاف. تقول نقابة الأطباء شركات التأمين لا تلتزم بلائحة الأجور السارية منذ 2008، تقوم بخصومات كبيرة تصل إلى 50%. لائحة الأجور الجديدة تتضمن رفع الأسعار بنسبة 30%. على الجانب الآخر، الاتحاد الأردني لشركات التأمين يقول إن قرار نقابة الأطباء بالتوقف عن استقبال حالات التأمين باستثناء الحالات الطارئة الشهر المقبل غير قانوني. نقابة الأطباء منذ فترة تحاول رفع لائحة الأجور بنسبة تصل إلى 400%، وهذا ما نفاه نقيب الأطباء. تبلغ حصة شركة التأمين 8% فقط من تكلفة الفاتورة العلاجية في الأردن. كل هذا الجدل نأمل أن يصل إلى حالة من التراضي. اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي وأبدأ بنقيب الأطباء دكتور زياد زعبي. مساء الخير دكتور زياد. مساء النور. أهلا وسهلا. وأهلا بالمحامي المختص بالقضايا التجارية ومنها شركات التأمين الأستاذ مال حسين. مساء الخير. أهلا عامر بك. واسمحوا لي أيضا أن أرحب بمقرر لجنة الصحة والبيئة النيابية سعادة الدكتور هاي العياش. مساء الخير سعادة الدكتور. مساء النور. أهلا وسهلا بكم أستاذ عامر وضيوفك الكرام. أهلا بك. صوت المملكة بدأ. أهلا بكم جميعا. أهلا بكم من جديد. اسمحوا لي أن أجدد ترحاب بجميع الضيوف مع حفظ الألقاب. سأبدأ هذا اللقاء، واسمح لي أن أبدأ مع نقيب الأطباء دكتور. مساء الخير. مساء النور. أهلا وسهلا فيك. 2/9 لن يتم التعامل مع شركات التأمين، هل ما زال موقف النقابة حتى اللحظة على هذا القرار ولماذا؟ تفضل. وطبعا تحديد 2/9 يعني بعد 10 أيام و12 يوم لم يأتي من فراغ ولم يكن مفاجئا بالأمس ولا حتى في الأسبوع الماضي. نعم. لائحة الأجور التي أقرت من قبل نقابة الأطباء أقرت قبل 3 أشهر، ومنذ ذلك الحين خاطبنا البنك المركزي،
خاطبنا اتحاد شركات التأمين، خاطبنا جمعية التأمينات، ولم يكن هناك إطلاقا أي استجابة من الثلاث جهات إلا من جمعية التأمينات لمناقشة قضية الصندوق التعاوني. الصندوق التعاوني جزء لا يتجزأ من عمل النقابة وقوانين النقابة، ويقر منذ العام 2018. نعم. ولم تلتزم شركات التأمين بتطبيق هذا القانون رغم أنه يحمل موشحا بإرادة ملكية سامية. وبالرغم من اجتماعنا مع محافظ البنك المركزي بحضور اتحاد شركات التأمين وجمعية التأمينات ومعظم الشركات، وأمر محافظ البنك المركزي باعتبار أن البنك هو المشرف على والذي يدير عملية التأمين في البلد بعد أن انتقلت إليهم هذه الصلاحية من وزارة الصناعة والتجارة، وهذا تم من 8 أشهر أو 9 أشهر، ومع ذلك لم تلتزم الشركات بالتعاون مع الصندوق إلا جمعية التأمينات. جلسنا وناقشنا كل النقاط المتعلقة يعني العواقب أو العقبات أمام تطبيق هذا القانون وذللت جميعها، وطرحنا قضية لائحة الأجور وتوقفنا عند هذا الحد. لائحة الأجور جاءت في عام 2021 تعقيبا اللائحة السابقة 2008، لكن لم تطبق ولم تعلن ولم تقر من مجلس النقابة وإعلانها، لما تم إعدادها ب 2021 وتم مراجعتها في العام الماضي والعام الحالي لكي تتضمن جميع الإجراءات والعمليات الجراحية والإجراءات الطبية التي لم تكن مذكورة سابقا. لما تطلع على هذا الدفتر 110 صفحات، هذه لائحة 2008، لائحة الأجور 2008، نعم، وهذه 218 صفحة، يعني في 100 صفحة زيادة للائحة الأجور لعام 2021. ما الفرق بين هذه وهذه؟ أكثر من 40% من هذه الإجراءات لم تكن مذكورة هنا. طيب. شركات التأمين، لكنه غير قانوني، يقول رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأردني شركة التأمين، قراركم الذي كان مفاجئ للناس على لا تقدير. هو قانوني 100%، لأن قانون أعطى لنقابة الأطباء وقانون نقابة الأطباء قانون خاص أعطاها صلاحية منفردة في تقدير أتعاب الأطباء، ومن حقه أن يزيد سعر النقطة، إحنا نقيسها بالنقاط عندما يراه مناسبا. وإحنا قررنا على أي أساس؟ أولا من 2008 لغاية 2023 15 سنة ماشي، تراكم التضخم في الأردن يحسبه تراكميا بيوصل ل 90%. يعني الطبيب بحاجة لعيادة، بحاجة لسكرتيرة، بحاجة لمي، لكهرباء، لكذا، كله زاد بالنسبة لا تقل عن 90% من 2008 حتى الآن. ماشي، ليش ما نزيد إحنا الأتعاب؟ وهذا أدى طبعا عدم موافقة شركات التأمين، لأنه كثير من الأطباء المعتمدين بشكل أساسي على أمراض التأمين وخاصة الطبيب العام إلى إقفال عياداتهم في الأردن. ماشي، أنا بدي أطرح سؤال مهم جدا اللي هو من سيدفع الفاتورة اليوم، وهذا سؤال بدي جاوبين عليه الجميع. لكن قبل ذلك بدي أروح على سعادة النائب وأطرح عليه السؤال التالي. سعادة النائب، أنتم دعوتم نقابة الأطباء وشركات التأمين التي والله بديش أقول لك اعتذروا بس ما ردوا على التليفون بالمرة، ما بدتم يطلعوا ولا واحد رد على تليفونه، وبعثنا لهم مسجات وقلنا لهم تعالوا عنا نقيب الأطباء وأنتم شركات التأمين تعالوا دافعوا عن حالكم، ما جاوب فطلعنا من خطيته. هل سيكون هناك حل قبل 2/9 يا سعادة النائب أم لا؟ أولا أسعد الله مساك أستاذ عامر، أنت وجمهورك ومشاهدينا الكرام. موضوع مهم جدا على الساحة الآن يطرح، إيقاف التعامل مع التأمينات الصحية. أكيد بلا شك بأن نقابة الأطباء واتحاد شركات التأمين كل من يدلو بدلوه، ولكن المواطن كما تفضلت سابقا هو من سيدفع الثمن. لذلك احنا في لجنة الصحية قررنا أن ندعو كافة الأطراف للتحاور والتباحث للوصول إلى نتيجة ترضي الجميع. نعترف بأن هناك مشكلة، لائحة أجور طبية من 2008 لم يجرى عليها أي تعديل، ونسبة التضخم زادت والارتفاعات في الأسعار حصلت، وأيضا نعرف أن شركات التأمين زادت نسب رسوم الاشتراك في التأمينات على المواطنين.
كل من يدلو بدلو من الجهتين من الأطراف وكل من يعتقد أنه على حق، ولكن نحن في اللجنة الصحية نريد أن نجتمع مع جميع الأطراف، وسندعو هذه الأيام إن شاء الله قبل نهاية الأسبوع. نعم. جميع الأطراف للتباحث وللتوصل إلى نتيجة ترضي الجميع، لأنه لا يجوز أن نبقى فوق الشجرة معلقين جميع الأطراف. يعني دكتور واتحاد شركات التأمين، أنت بتقول ماشي الشجرة والكل يتنازل نوعا ما. طيب. وتكون هناك في صيغة توافقية لمصلحة الوطن والمواطنين سيدي. طيب أنت تقول الحق على الطرفين هيك؟ نعم أستاذ عامر لم أسمعك جيدا. بتقول الحق على الطرفين، على النقابة وعلى شركات التأمين، أم الحق على شركات التأمين ولا على نقابة الأطباء سيدي؟ أكيد شركة لا نقابة الأطباء سيدي. أنا أحكي الحق أن يجلسوا مع بعضهم البعض لكي ما نصل لتفاهم معين. ماشي. وليس أن الحق على جهة حساب الأخرى. قلت لك أن كل جهة تدعي أنها هي صاحبة الحق، ولهم الحق نقابة الأطباء أن تطالب بزيادة الأجور الطبية. عندما في 2021 تم إقرار هذه اللائحة نظرا لظروف جائحة كورونا، أكدت النقابة وقوفها مع الشعب الأردني وقالت أن هذا الوقت غير مناسب لرفع الأسعار في ظل جائحة كورونا والظروف اللي مر فيها دول العالم أغلب. لذلك طيب. شركات التأمين زادت رسوم التأمين ولم تقف عند هذا الحد. قلت أنا على شركات التأمين، ونقول أن على شركات التأمين وعلى نقابة الأطباء أن يجلسا معا، أن نجلس مع بعضنا البعض، كلنا في مركب واحد وكلنا همنا واحد وكلنا مصلحة كويس. الوطن والمواطن أهم شيء. لذلك علينا دعوناهم وسندعوهم إن شاء الله في اليومين القادمين للجلوس معا للتوصل إلى صيغة توافقية لكي ما نكون كلنا شركاء في القرار ومساهمين في إيجاد حل لهذه المشكلة المؤرقة للجميع إن شاء الله. أستاذ ماهر، من سيدفع الفاتورة؟ هذا السؤال اليوم بهم الناس. اليوم إذا أنا بدي أروح باثنين تسعة، لو لا قدر الله استمر هذا التصعيد، واليوم أنا بدي أروح باثنين تسعة معي تأمين، بدي أروح على المستشفى، أجي الدكتور قال لي والله يا أخوي أنا ما بعترف بالتأمين. طب بدي أتعالج، ادفع من جيبتك. طب مين بده يحاسبني؟ تأخذه علي اقتطاع. صحيح. طيب قانونيا بدي اروح حاسب شركة التأمين، لأنه شركة التأمين بتاخذ مني المصاري. مزبوط. المواطن هو الذي سيدفع الفاتورة. طيب اول طب. شيء مسيك بالخير. مساء النور دكتور. مسيك بالخير. انا راح احاول اكون دبلوماسي قد ما بقدر. طب. بس بدي سعة صدرك اذا تكرمت. تفضل. تفضل سيدي. نظام صندوق التعاون للأطباء اللي هو بين قوسين اساس المشكلة ما بين نقابة الأطباء والجسم الطبي بالأردن كلياته، هو اساس المشكلة اللي رايحين نحكي فيها بالتفصيل. كويس. عرف المؤسسة بايش؟ المستشفيات الخاصة، تعريفات المستشفيات الخاصة. ماشي. العيادات، مراكز الطب البشري، الشركات بما في ذلك شركات تأمين، يعني الشركات بما في ذلك شركات تأمين. ماشي. شركات إدارة التأمينات. ماشي. المؤسسات، البنوك، النقابات، الجامعات والجمعيات والمؤسسات الأهلية وأي جهة أخرى تعمل في قطاع التأمين وتقدم خدمة رعاية طبية لها. اللي أنا مش قادر أفهمه ولا قادر أستوعبه، ليش تم اختزال المشكلة كلها في شركات التأمين وهي زي ما تفضلت حضرتك في مقدمتك تشكل 8% من حجم الرعاية الطبية أو حجم الخدمات الطبية اللي تقدمها؟ يعني اليوم دكتور أنا بدي أسألك سؤال، لو اليوم حلينا مشكلتنا، مشكلة الأطباء، حلينا مشكلتنا مع شركات التأمين، 92% التانيين العشر جهات المذكورة بنظامك هذا حليتها؟ اليوم أنا اليوم تشرفت بإعادة الانتساب لمهنة المحاماة. ماشي. وتأميني من الصندوق الخاص من نقابة المحاماة. بروح عند الدكتور المعتمد، بقدم بطاقة التأمين تبعتي. أوكي. طيب. بدفع الجزء البسيط اللي علي، بتروح الفاتورة لنقابة المحامين، نقابة المحامين بتدفع. أنا اليوم وجميع زملائي المحامين والمتدربين والأساتذة وعائلاتهم من 8/9 من 2/9 ما عندهم هاي الخدمة، وهدول ما لهمش علاقة بشركات التأمين. بلاش يا سيدي. الأطباء اللي عندك يا سيدي، الأطباء المنتسبين لنقابة الأطباء. طيب. أوكي. اللي هم مؤمنين بموجب الصندوق الخاص لنقابة الأطباء، راح تطبق عليهم هذا القانون ولا لا؟ نعم. طيب أوكي، هاي خلص وصلنا. هلا النقطة الثانية. النقطة. لا بسمع لا تقاطع. سجل دكتور. سجل. بس اسمح. تفضل. طبعا هذا بنطبق على المهندسين، بنطبق على الفوسفات، بنطبق على البوتاس، بنطبق على الموظفين. ماشي. هلا.
خلينا بال 8% بعد أمر. لا 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 انسان ال 8% لا لا بس خلينا لان هي نقطه الخلاف ال 8% وبعدين بروح وياك على لا بالمناسبه ما يتحدث عنه 8% هو اتحاد شركات التامين الشركات المنضويه تحته. طيب لكن هناك هذا بحكي لك اياه لكن هناك 8% صناديق التامين زي الفوسفات والبوتاس التابع لجمعيه التامينات. هذا اللي بحكي لا هو مش هو يدار من قبل جمعيات وليس تابع لها يدار هدول تي بي ايز اسمه ثيرد بارتي ادمنستريشن خدمات كمل. خدمات تقديم طيب خدمات روح لي على 8% لا قبل لا انسان ال 8% ماشي سيدي اليوم ما حدا بالدنيا ممكن ينكر انه من حق الطبيب انه يحسن دخله ماشي. هذا حق مقدس وما حدا بينكر هذا الحكي طيب. وانا اوافقك الراي مليون بالميه اوكي اليوم عدد الاطباء اللي بنقدر نحكي وضعهم ميسور من مهنة الطبابة خلينا نحكي أو من مهنة كمهنته كدكتور أنا برأيي الشخصي وصلحني إذا كنت غلطان ربنا يزيده ويبارك اللهم صل على سيدنا محمد والله يزيدهم من نعيمه قد لا يتجاوز 1% من مجموع الأطباء اللي بالمملكة اللي بتقدر تحكي عنه هذا طبيب يعتاش ومرتاح ومبسوط من مهنة الطبيب ماشي الغالبية العظمى من الأطباء أوكي يا دوب قادر يسكر فواتيره طيب مثله مثل المهندسين مثله مثل المحامين مثله مثل كل المهن ماشي اليوم مشكلتنا بالأردن نحن أكبر من الأطباء إحنا اليوم مشكلتنا بالأردن مستوى دخل الفرد في الأردن لا يتناسب على الإطلاق مع مستوى المعيشة وإذا بدك رأيي أنا اليوم الكارثة الكبرى اللي ارتكبتها حكومات المملكة الأردنية المتعاقبة من 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 فترة طويلة لليوم اللي هي عدم زيادة الرواتب خلال فترة طويلة بما يتناسب مع حجم الدخل اليوم عامر إحنا حجم الدخل هون ومستوى المعيشة هون طب دكتور ليش اسمح لي لكن لماذا يحق لشركات التأمين مثل ما تفضل ساعات النائب انه يزيد رح اجي والدكتور رح اجي يعني هاي كمان نقطة فيها عدل خلينا حطيتها عندي رح اجاوبك اليوم اللي انا بحكيه اليوم ما بتقدر انت يطلع قطاع لحاله ويقول لك انا بدي ازيد لانه اللي تفضلت فيه المواطن هو اللي بده يحمل والمواطن ما معه يعني كمان مره وارجو تستحمل سعه صدري بدي احكي لك اياها لا انا بدي احكي لك اياها ما في اليوم مشكلة. اليوم دكتور ممكن تقول لي بس شو الفرق بين نقابتكم اللي عملته اليوم وبين نقابه المعلمين قبل 4 سنين لما قررت بدها توقف تعليم الطلاب وزياده مقابل زياده الرواتب انا بقول لك شو اسمح لي شو الفرق التشبيه هذا لا, لا 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 انا بحكي لحيث الفكره مش عم بحكي انت لك كل الاحترام والتقدير لا 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 انت انت دكتور لك كل الاحترام والتقدير وهو معلم لك كل الاحترام والتقدير نعم. شو الفرق اليوم بينك وبين نقابه الشاحنات لما قررت توقف الاسطول البري بالاردن تتكدس البضائع بالعقبه مقابل انه انا بدي يا بتزيدوني يا ما في بضاعه حكومات النايمه الفرق لا مش النايمه الحكومات نايمه لعاد مشكله تصير بدي اعطيه المجال بس اسمح لي بهي الكلمه يا رجل وين دور الرقابه للحكومه لا وزارة الصحة أنا صرحت لا وزارة صناعة وتجارة صرحت وين الموضوع عنا يا حبيبي أنا قلت لك المشكلة بالأردن مش الأطباء المحامين بيعانوا اليوم عدد المحامين اللي بتقدر تحكي عنه معتاش من مهنة المحاماة قليل جدا الإعلاميين يا سيدي الإعلاميين عدد الإعلاميين اليوم أطباء المعلمين صح الإعلاميين اللي بتقدر تحكي إنه هو يعتاش من مهنة الإعلام بنعدوا على الأصابع الأطباء نفس الشيء المهندسين نفس الشيء الدكاترة نفس الشيء الصيادلة نفس الشيء يعني اليوم يا زلمة أنت كيف تقنعني إنه في بني آدم بالأردن بيقدر يعيش 350 دينار كويس خليني أعطي حق الرد أوكي فضل هو أولا هذه التشبيهات اللي حضرتك ذكرتها يعني لا تنطبق نقابتين مقدرتين طبعا احنا بنقدر من حيث المبدأ تنطبق سيدي من حيث المبدأ تتوافق لا 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 خليني أشرح لك شغلة لما بيجي أنت الطبيب يقدم خدماته لكل هذه الصناديق اللي ذكرتها نعم. ولشركات التأمين شركات التأمين عندنا اتحاد شركات التأمين الذي يمثل كما تقول 8% اعترف رئيس اتحاد شركات التأمين اللي هو السمور أمام محافظ البنك المركزي بأن كلفة الطبيب ضمن الفاتورة العلاجية الكاملة يعني من مستشفيات ومختبرات كذا 8% كلفة الطبيب 8% ماشي. يعني كل مجموع خدمات الطبيب 8% ماشي. على حساب طبعا تسعيرة 2008 ماشي ادعى
زورنا بهتانا انه احنا زدنا 400%. وله حق الرد يا دكتور. طيب خليني اقول لك لا, لا 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 له حق الرد اذا حب يرد دكتور. لا خليني اعطيك على الراي اعلام. خليني اعطيك لا واضح اللي اثار الناس دكتور. لازم اقول لازم اقول هيك من باب المهنيه. لا 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 اذا بس اكمل خليني اقول لك اذا هاي يعني هاي بنقول له بيجي يرد بكره لسه. تفضل لائحه الاجور. لو سمحت لائحه الاجور سجلها بالله. 2008 كشفيه الطبيب العام 5 دنانير الحد الادنى. كشفيه الطبيب الحد الادنى 10 دنانير. عند ايش زادت؟ 5 ليرات. كشفيه الحد الاعلى 8 دنانير، الحد الاعلى 15 دينار. الاختصاصي كان 10 دنانير صارت 20، والحد الاعلى 20 صار 30، يعني 50% زياده. تمام؟ الان الاجراءات داخل الطبيب العام، بالمناسبه الاطباء العامين يشكلون 66% من العيادات الخاصه. ماشي. وبالتالي طبيب عام هذا. طبيب عام. ماشي. وبالتالي خلينا نحكي عن عامه الشعب اللي بيدعوا انه بيدافعوا عنها. واللي حضرتك بتقول راح يدفع الفاتوره مش صحيح. مين راح يدفع الفاتوره؟ خلينا حقول لك مين اللي بدفع الفاتوره. انا حقول لك مين اللي بدفع. هلا اجراءات داخل عياده الطبيب العام، ازاله ورم او كيس دهني سطحي 15 دينار صارت و60 قرش صارت 15 دينار نزلت. الحروق الضماد يعني تغيير جرح كانت 17 دينار و550 صارت 10 دنانير مع المواد. جروح خياط جروح سطحي الكبير 19 دينار صارت 18 دينار. هاي بالقائمة. طب لائحة الأجور خلي الناس تشوفها. هاي لائحة الأجور مقارنة. الطبيب الباطني اللي هو بيجي ماشي الفئة الثانية. دكتور هاي لائحة الأجور ال 220 صفحة بهدول الصفحتين. لا 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 بحكي لك عن أكبر إجراءات. لا يا سيدي يعني تشكل 90% من 95% من الإجراءات عند الطبيب العام وطبيب الباطني. خلينا أكمل لك. تفضل سيدي. نعم بدي أجي لك على هاي. تفضل سيدي. النقطة الثانية تخطيط القلب في العيادة 5 دنانير وظل 5 دنانير. تخطيط القلب في المنزل 8 دنانير ظل 8 دنانير. ماشي. التنظير العلوي كان 30 نقطة صار 50 نقطة، يعني إذا قديش زاد 80%. التنظير السفلي 50 نقطة صار 80 نقطة. تخطيط التنفس البسيط كان 15 دينار. ماشي. صار 15 دينار. تنية. هذا هاي كيف تشكل؟ بس اشرح لك هاي تشكل 90% لا 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 لا. من الإجراءات. راح أعطيك حقك ترد. خليني أكمل. هذه تشكل 90% من الإجراءات. ماشي. للإجابة على سؤالك وهو من سيدفع الفاتورة. من سيدفع الفاتورة؟ لما بتزيد شركات التأمين وباعتراف، وأنا بجيب لك إحصائيات ماشي. من شركات بنسب من 2008 حتى الآن نسب لا تقل عن 150% إلى 300% على المؤمنين. ألا يحق للأطباء أن يكون لهم حصة في ذلك وهي 8%؟ بعد الفاصل استمع إلى حق الرد. 8% ماشي يعني. فاصل قصير وتفضل بقائي ماشي ماشي ماشي. اهلا بكم من جديد وجدت ارحابي جميع الضيوف. ساعطيك المجال استاذ ماهر. الان يقول الدكتور انه من 2008 اليوم شركات التامين رفعت اسعارها من 150 ل 300% والاطباء صفر. هذه لائحه الاجور عام 2021 وما تفضل به يقول بانها تمثل 95% بالنسبه كما سمعت من الامراض اللي الناس بتروح علي. كمان مرة أخ عامر فضل. اليوم يمكن أنا أول شيء بيشرفني أني أحكي باسم الدكتور السيد المهندس ماجد سميرات أبو عيسى. سيدي أنت صاحب خبرة بهذا لا المجال لا وأقدر بأنك لا لا اليوم لا محامي و... شوف اليوم في عدد كبير جدا من الإجراءات الطبية تفوق 90% اللي تفضل فيه الدكتور مع احترام له ارتفعت بنسب عالية جدا تصل في بعض الأحيان إلى 400%. وهذا موجود وهذه الدراسة موجودة عند الاتحاد وموجود أرقامها. اللي بتفضل فيه الدكتور اللي هو جزء يسير جدا فقط اللي هو ارتفع بنسبة 30%. هلأ اليوم 30% 400% 700% كمان مرة من حق الدكتور إنه يستوفي أتعابه بما تتناسب مع جهده. مهنة الطب هي مهنة إنسانية ويتقاضى أتعاب وليس أجور. ماشي. أوكي هلأ بس كمان مرة النقطة اللي أنا بحكي فيها ما يعني ما بتقدر أنت ترفع لحالك. هلأ
بدك ترفع المستوى المعيشي للمواطن كله حتى يقدر يسد فاتورة الطبيب، يقدر يسد فاتورة المحامي، يقدر يسد الكهرباء، يقدر يسد المية، يقدر يسد الأمور هاي كلياتها. اليوم على التأمين سيدي، على نسبة على موضوع 300%، في عقود تأمين ارتفعت أكثر من 300%. أنا بقول لك بس ليش بالتأمين، بعلم التأمين في إشي اسمه معدل الخسارة. معدل الخسارة إيش هو سيدي؟ هو مجموع الأقساط اللي بتستوفيها شركة التأمين من المؤسسة المعينة ماشي، تدفع مقابلها تعويضات بنسبة تتراوح من 80% إلى 85% بتعويضات، بضل عندك من 10% إلى 15% اللي هي مصاريف إدارية وربح. هلا طب خلينا على التأمينات الصحية، اسمح لي، هي كلها هي بتنطبق على الكل، هي على الكل، على السيارات وعلى الصحة وعلى كل شيء. كويس. اليوم بالسنة التأمينية إذا زاد معدل الخسارة عن 100% يعني هذا العقد خسران، فبالتالي شركة التأمين في السنة التي تليها بترفع قيمة القسط على هاي المؤسسة. فهمت علي كيف؟ يعني اليوم أنا مأمن، أنا شركة تأمين مأمن قناة المملكة، طيب بستوفي أقساط من قناة المملكة 100,000 دينار بالسنة، ماشي. المفروض حتى يكون هذا كمان يعني اليوم شركة التأمين يا جماعة هي مؤسسة ربحية، هي مش جمعية خيرية، مش جمعية اجتماعية، هي موجودة عشان تربح، مش موجودة عشان تطببك. بس هامش الربع عالي دكتور أستاذ، إذا بتقول لي 300% شركات تلاقي أرباحها خيالية. عليها وجهك، عليها وجهك، إذا أرباحها خيالية نعطيك نصها. لا ما بدي أعطيك، شو رأيك؟ أنا خليني أقول لك عليها وجهك، إذا أرباحها قائمة بس خليني بس خليني أكمل. من الشركات كيف أقساط التأمين كانت في 2012 مش 2008 سيدي، أنت بتحكي على أقساط التعويضات؟ لا لا بدي الأقساط على الأدولت 100 قسط وعلى الطفل 237. طيب الآن 432 على الكبير و360. قديش تعويضاته؟ قديش تعويضاته؟ شو تعويضاته؟ انا قديش تعويضاته؟ هاي الاقساط قديش تعويضاته؟ انت لماذا لما بتاخذ قسط بترفعه؟ ليش ما بترفع؟ لانه تعويضاته عاليه، لانه تعويضاته عاليه. هيني بجاوبك، تعويضاته عن ايش؟ هيني تعويضات يا زلمه، انا القسط اللي انا باخذه بحطه بجيبتي. طبعا بتحطه بجيبتك، انت بتحطه بجيبته، تدفع اليسير اذا دفعت. في شركات لا تدفع، لا ما احترامي، في شركات لا تدفع، وشركات الف لفات، وبعدين تدفع بعد كم؟ بعد سنة وبعد سنتين. عامر طبعا. طيب وبالتالي بس لا أنا بس لا انت بدك تكون تكون انت برضو عادل اذا كنت بدك تحكي صح. يا سيدي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بكون عادل والارقام موجودة. هلا انت لما بترفع وما بتعطي للطبيب حقه، اولا بتقسم عليه، وبعدين مثلا يا ريت انك تقبل بالخصم اللي بنعطيك اياه احنا اللي هو 20%. انا طبيب استشاري حسب القانون 2008 كشفيتي لا تقل عن 15 دينار الحد الادنى. انا بتجيني 6 دنانير يحكي لي واحد من الان مدراء شركه التامين انه بدفع اكثر من 6 دنانير، بعضهم بدفع 7 بس اكراما انه والله عندي خبره 40 سنه عامل. بس 7 دنانير ماشي، لكن هو من حقك كطبيب انك ما توقع معهم. ممتاز 100%. اقول لك شو ما توقعش، خليني اقول لك تفضل. كثير من الاطباء ما بوقعوا، انا باخذها من ناحيه انسانيه كالتالي، وهي انه انا كطبيب معروف في تخصصي بجراحه العمود الفقري ما بحرم هذول. هلا حرمته؟ لا ما حرمته. انا بقول لك ليش ما حرمته. هلا شركات التامين لا ما حرمته. طبعا طبعا استاذ ومش فاضل، ومش بس شركات التامين، حرمت منتسبينك، نقابه الاطباء، حرمت نقابه المحامين، حرمت نقابه المهندسين، حرمت الفوسفات، حرمت البوتاس. لا تدعي هيك. نقابه الاطباء، صندوق التامين الصحي، نقابه الاطباء وافق بجلسته الاخيره على اعتماد هذه اللائحه. هلا اليوم حكي مع نقيب المحامين ونقيب المهندسين، قلنا لهم بدنا نقعد الاسبوع هذا نطبق اليه التسعيره الجديده ووافقوا. وبالتالي محامين، محامين ومهندسين، مهندسين عنده 134,000 مؤمن، والمحامين عنده راح يرفع قسط التامين علينا. واحد واحد راح يرفع قسط التامين علينا. خليني احكي لك، هو يرفع يرفع مشان يربح حر هو. طيب بالنتيجه مين بده يدفع؟ لكن لا تقول انه المواطن اللي بده يدفع يا اخوي. احنا بعدين ما تقول انه حرمته. انا حطيت اليه باثنين تسعة الحالات الطارئة والسرطان والفشل الكلوي بعالجهم. والولادة غير مؤمن يا زلمة، صرطان غير مؤمن، حمش الناس كبير، صرطان غير مؤمن يا زلمة. والباقي 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 بشرف أهلا وسهلا على الحد الأدنى واللي هي تعتبر ماشي. ماشي انت تطرح فاتوره وكذا. لا بعدين انا اعطيك الاثنين تسعه. طيب دكتور حل المشكله. ماشي انا بدي اعطيك شيء حل المشكله. طيب ماشي مركزي حل المشكله. كويس وزير الصحه تحل المشكله. طب ما حكاش معك النواب يحكي حكى معي طبعا وزير الصناعه والتجاره حكى معه. طبعا حكى معي محافظ البنك المركزي. طيب شو حل المشكله؟ شو قالوا لك اخر شيء؟ قالوا من المجتمع. متى؟ ما بعرف انا هذا قرروهم في اجتماع المقر الوحيد هو اللي حكى مقر ساعه النائب. طيب ماشي ساعه النائب ماشي اللي هو يوم الثلاثاء الساعه 12. هلا اجوا للطاوله المباحثات، احنا ما عندنا مشكله. بس انا بدي اطرح سؤال وما بدي اجاوبه الان لاني بدي اعطي سعاده النائب حق. طيب
والأستاذ ماهر دوره حقه يتكلم أيضا بهذا الموضوع. ما مشكلة. هناك من يقول بأنه 2-9 إذا تم التصعيد والنقابة استمرت على هذا القرار هذا خطر على السلم المجتمعي. الناس شو دخلها يعني اليوم نقابة محامي؟ راح أعطيك المجال يجاوب مش الآن إذا سمحت. نقابة المحامين ونقابة المهندسين ونقابة الطباعة لأنه راسي زبطناهم، طب والباقي؟ مستعدين نفاوضهم. كويس. سعادة النائب أطرح عليك سؤال، أين دور الرقابة اليوم للحكومة؟ ممكن تقول لي يعني إحنا اليوم نستنى النقابة تصعد وشركات التأمين ترد والقانونيين كل واحد يعطي رأيه القانوني، طيب وهالناس أليس سلم مجتمعي؟ عشان هيك أستاذ عامر تفضل. نعم أستاذ عامر الله يعطيك العافية كمان مرة. عافية. سيدي لذلك الدور الرقابي من باب الدور الرقابي لمجلس النواب الأردني قررنا أن يكون هناك اجتماع بين جميع الأطراف بما فيهم وزارة الصحة. متى؟ ليكون هناك توافق ويجب أن تحل المشكلة قبل 2-9. سيدي لا يجوز من يدفع الثمن، من سيدفع الثمن هو المواطن عندما لا 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 لا, لا يوجد طبيب يعالجه. ولكن نقابة الأطباء للأمانة أنا بقول من باب الأمان والشفافية معها حق في رفع في التسعيرة الجديدة، لأنه من 2008 لم تعدل تسعيرتهم وشركات التأمين رفعت. بالمقابل أرباح شركات تأمين خيالية في التأمين الصحي بدليل المرابح اللي قاعدين بجنوها، وهذا حق لهم، حق هاي شركات ربحية كما قال الأستاذ عطوفة المحامي. أنا مع أن شركات تربح ولكن ليس على حساب المواطن. سعادتك بس لحظة، أنت تقول وأنت مقرر اللجنة الصحية الآن تقول من حق نقابة الأطباء أن ترفع أجور الأطباء، وتقول أيضا سعادتك نعم بأنه بعض شركات التأمين حتى لا نعمم ربحت أرباح خيالية طبعاً. هل تضمن كمقرر لجنة صحة نيابية إذا تم رفع شو بتسموها سيد التسعيرة التي يطالب بها نقابة الأطباء ألا يتم عكسها على المواطن؟ هدور بنك المركز. لحظة خلوا يجاوب، تفضل. سيدي القسط التأمين السنوي محدد، قسط التأمين السنوي محدد، أكيد في السنة القادمة عندما ترى شركات التأمين أنها بدأت تدفع نسب أكبر للأطباء بموجب التسعير طيب. الجديدة ستعدل أسعارها. وشو استفدنا يا دكتور؟ لذلك شركات التأمين لا يمكن أن تخسر طيب. سيدي بالنهاية كما قلت لك المواطن هو من سيدفع التكلفة الزائدة. طيب سعادتك أنتم ستقومون بدعوة نقابة الأطباء يا دكتور زياد وشركات اتحاد التأمين، هل سيكون هناك أي أحد من الحكومة بتنادوا الصناعة والتجارة إذا كان نعم في هناك تنادوا وزارة الصحة؟ نعم كما قلت لك سيكون دعوة هناك لوزارة الصحة وممكن أن تكون وزارة الصناعة والتجارة موجودة كمان. طيب أسمع لأنه هي معنية طيب. كمان بالتسعيرات والموافقات على التسعيرات. كويس أسمع من الأستاذ ماهر. تفضل لك الحق. تفضل. عندك اولاد الله يخلي لك. الحمد لله عندي 4 بنات والله يخلي لك اياهم. الله يخلي لك اياهم احفظك. لما بتروح على الدكتور رشح بديش اقول مستشفى كويس، بتروح عند الدكتور تدفع كشفيه حسب التامين وبتروح بعدين عند الصيدليه مجموع اللي بتدفعه عند الدكتور وعند الطبيب 3-4 ليرات صح؟ صحيح. هذا شو يشكل يا سيدي؟ هذا يشكل 20% من فاتوره اللي انت دفعتها. بمعنى اخر انت فاتورتك مش 3 ليرات، انت فاتورتك 30-40 ليره. صحيح 30-40 ليره. ماشي اوكي ماشي. اعتبارا من 2-9 بدك تكت ال 30-40 ليره وانت بتتفرج. بس مزبوط. اسمح لي كيف مش مزبوط؟ اسمح لي مزبوط. يا سيدي الكشفيه يا سيدي 15 دينار يا سيدي. مع يا سيدي احنا بنحكي على ادويه، ما انت اذا وقفت الادويه بتنصرف ومين بده يصرفها؟ كيف بده يصرفها؟ انا بكتب له اياها بس بدي ادفع كاش يا سيدي. انا بفحصه لا هو يعني ما يعني الخلاف على كشفيه الطبيب طبعا بس بلا يا سيدي يا سيدي. مع اني انا مستعد اشوف المريض بديش ادخل يدفع الكشفيه بديش ادخل واكتب له الفحوصات اللازمه واكتب له الدواء اللازم. بدك تكتب له على ايش؟ على نموذج التامين. على نموذج التامين طبعا. طيب. بس بلاش حالة طارئة بروح له على المستشفى بلاش وبعالجه، واللي ما معه ال 15 ليرة أنا بحكي نيابة عن 12,000 دكتور ما بدنا منه. تفضل عند شركات التأمين. طيب. بلاش فضل. يا سيدي عملية الدخول على المستشفى إذا حالة طارئة سأل حالة طارئة ماشي. مش حالة طارئة عملية الدخول على المستشفى. نعم ماشي. مش بدك دكتور، مش بدك تروح عند دكتور طبعا عشان يدفع لك عشان هذا صحيح. ومش بدك الدكتور هو يدخل معك على المستشفى. نعم أوكي. طيب تقدر انت تدخل على المستشفى تعمل عمليه من غير دكتور؟ بدك تدفع للدكتور كاش، مع انه مع كل الاحترام والتقدير
احنا بنعرف انه احنا بنحكي عن عمليات ممكن تاجيلها الكتف يا سيدي. اللي هي غير طارئه. لا يا سيدي يعني بديش غير طارئه. لا واحد ليش واحد. انت بتفترض انه انا بدي اظل بالخلاف هذا لمده سنتين مثلا على هذا على عمليات طارئه؟ يا سيدي شهر بديش سنتين ممتع. بدي شهر. اي عمليه لا ممكن تعملها بعد اذا مش طارئه بتعملها بعد شهر وشهرين. مين بيحدد انها طارئه؟ ليش انت انا بقول واحد رجله انكسرت واحد رجله انكسرت طارئه. لا 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 طارئه لا لا هو انت يعني اليوم يا بتعرف بالطب يا بتعرفش. لا بعرف اي حاله طارئه. اي حاله طارئه اي حاله طارئه ما بتجي للطبيب بتروح للمستشفى. ولا ما بيستدعيني طبيب الطوارئ بقول يا دكتور عندي كسر ولا عندي زايده انا بدي اسالك سؤال عندي كذا. هي حاله طارئه. انا بدي اسالك سؤال ما دخل الطوارئ دكتور. هي حاله طارئه. انا بدي اسالك سؤال ما تقول ماشي انت الان لو بدك تعالج بوزاره الصحه وعندك عمليه ها مراره وهي نصف طارئه كيف تاخذ موعد؟ شهرين ثلاث. لو بدك تعمل صوره رنين مغناطيسي بوزاره الصحه او بالخدمات الطبيه الملكيه تاخذ موعد بعد ثلاث اشهر، مزبوط ولا لا؟ وبالتالي انا بترك الجواب للمواطن. طبعا المواطن المواطن يجب ان يكون عامل ضغط على شركات التامين. دكتور هو بيدفع قسط وما بياخذ مقابله. صديقي. وبعدين هاي الارقام اللي قلت لك اياها الفوارق شو زادوا عليهم؟ بدفع دينارين طيب ثمن الطلب محدد بثمن طلبات بالسنه. يعني ممنوع انت تمرض لثمان مرات. عامر بس ممنوع منك كذا. التقصيرات تبعت شركات التامين استغلال كبير جدا. يا سيدي انت ليش مصر على شركات التامين؟ عندك 16 كله. عندك 16 جهه ليش عم بتشيطن شركات التامين تحديدا؟ لا. يا سيدي انا عندك 16 جهه غير شركات التامين تشكل جزء بسيط جدا يا زلمه. خليني اقول لك شو الفارق. شركات تامين عارف شو الفارق؟ عارف شو الفارق؟ لما انا ببعث لشركه الفوسفات برضالك، الفوسفات بوافق لك، بوافق البوتاس بوافق لك، البنوك بتوافق لك، النقابات على الاقل هذول على الاقل احترموا النقابه. جمعيه التامينات اللي بتضم كل الصناديق هاي احترموا النقابه وجلسوا للمفاوضات. سيدي انت مشكلتك من شهرين. انت مشكلتك لكن شركات تامين اتحاد شركات تامين خاطبناهم ثلاث مرات ورفضوا يردوا على الرسالة. الموضوع بينك وبين شركات التأمين كسر عظم. نعم. لا يا سيدي كسر عظم يكون عامر. يا بيوافقوا معانا يا بلاش. وبالتالي احنا مستعدين نجلس الحوار في البنك المركزي في مجلس النواب عند وزير الصحة إذا ما هم احترموا هذه النقابة اللي ما احترموها على مدار السنوات كلها من 2008 حتى الآن. احنا ما بنتعامل. شو هو القانون؟ يا وانت محامي يعني اسألك سؤال خليك عن المحامي يعني بيحكي عن المستشفى ويعني عواطف عن المريض. لما انا ببعث لصندوق الفوسفات بدي اعمل عمليه لواحد وهاي والله تكلفته بالعمليه بتجيني الموافقه خلال ساعات. لما ببعث لشركه التامين بدي ايام. لا 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 طبعا طبعا بروح اسال شركات التامين. طيب. ايام عمره ما اجت الموافقه. انا لما الان حط قانون البنك المركزي بالتعامل مع حكيم فرض على شركات التامين. ليش ما رحتوا على حكيم ورفضتوهم؟ شركه فرض على شركات تعطي الموافقه خلال سبع دقائق. انتوا اللي مش رايحين على حكيم. خليني اكمل لك. انتوا اللي مش رايحين على حكيم. لا احنا بنروح على حكيم. لا لا ولا راح تروح على حكيم. لا راح نروح نكشفوا لكم الضريبيه. يحكي نضحك على بعض بس بطريقتنا. لما يعدوا البرنامج تبعهم لما يعدوا برنامجهم ويحطوا على لائحه الاجور الجديده احنا اول ناس راح نروح على حكيم. طبعا هذا شرطنا. قديش صار له حكيم بفاوضكم؟ قديش صار له حكيم؟ احنا موقعين معه اتفاقيه من سنتين. وطبقتوها؟ طبقتوها؟ ليش ما طبقناهاش؟ لانه في برنامج حكيم متخلف الحالي، لازم يعدلوه بحيث انه انا ما اقعد ساعه مشان اكتب والله بيانات لحكيم. انا مستعد اكتب له خمس دقائق. بتبلش من عندك، بتبلش من عندك يا سيدي. احنا ماشيين مع حكيم. الطبيه بتبلش من عندك دكتور. ولم تنقطع المفاوضات معهم يوم واحد. طيب سؤال. لا يوجد بدك تجاوب؟ بدي اجاوب على الصندوق. لانه الخلاف تفضل الخلاف جاوب على الصندوق لاني راح احقق انك تاخذ حقك في الحل. الخلاف الرئيسي والجوهري والاساسي ما بين ماشي. الجسم الطبي في الاردن مقدمي الخدمات الطبيه بالاردن كلياتها اللي هو صندوق التعاون للاطباء ماشي هذا من 2008 من 2008 نقابه الاطباء عم بتحاول تمشي وكل مره كان يطلع ديوان تشريع والراي يرجع بال 2018 لظروف معينه الله اعلم شو اللي صار مشي هذا النظام. هذا النظام لا يمكن تطبيقه لا من الناحية العلمية ولا الفنية ولا القانونية. لماذا؟ أنا بقول لك ليش. بدي أبلش معك واحدة واحدة. المادة 10 المادة 10 اللي هي أساس المشكلة. أنا بدي أقول لك قول لي إذا فيه منطق ولا ما في منطق. تعوم عقود التأمين الصحي الخاصة بالمؤسسات على الأطباء جميعا. شو يعني هذا الحكي عامر؟ شو يعني هذا الحكي؟ أنت معك كرت تأمين بتروح عند أي دكتور بالمملكة شو مكان شو ما خاصه بتروح عنده ماشي بيطببك ببعت الفاتوره لنقابه الاطباء
نقابة الأطباء بتبعتها للجهة المعنية اللي هي واحدة من ضمنها من 16 واحدة شركة التأمين. ماشي. شركة التأمين بتدفع بناء على الفاتورة اللي إجتني، برجع الفاتورة أنا لنقابة الأطباء، نقابة الأطباء بتخصم 10% لصندوق التقاعد اللي هو فلس لأسباب ما بدناش ندخل فيها. اوكي شو رايك تحكي عنه هذا؟ لا يا سيدي هو مش حد بصلاحيتك. لا معلش يا سيدي ماشي. عندكم مشكله ماليه؟ عندكم مشكله ماليه؟ ايوه هيك قول. اوكي عندكم مشكله ماليه بالصندوق ماشي. التقاعد بعد 3 اشهر حسب القانون، انا عم حسب النظام عم بحكي ماشي. بعد 3 اشهر بتدفع للطبيب. اليوم منطقيا انا كيف بدك تروح عند اي طبيب انا ما في لي علاقه تعاقديه بيني وبينه؟ يا اخي افرض عقد التامين منتهي، افرض سقف التامين منتهي، افرض انت رحت عند دكتور اسنان وبوليستك انت اليوم ماشي. كعامر انت اليوم كعامر مأمن بالمملكه، بوليستك تستثني الاسنان والعيون ماشي. بموجب النظام هذا بموجب الماده 10 هذا انت بتروح عند اي دكتور اسنان، اي دكتور اسنان كان، بتطبب اسنانك وبتبعت الفاتوره، بتروح عند اي دكتور عيون بتطبب اسنان بقول لك بلاش حتى لو ما كنت موقع مع شركه محدده. تعويم ما فيش. هاي خليني احكي لك عن التعويم. اسمح لي اكمل. اسمح بس اكمل. خليه يكمل يا دكتور. معلش تفضل بلاش يا سيدي. انت سقف بوليستك انت اليوم بوليستك اللي بالمملكه الى سقف محدد صحيح 3000 دينار خلينا نحكي، او خلينا نحكي 10 زيارات طبيب ماشي. بموجب هذا انت رحت عملت 25 زياره. الدكتور مصرياته جايه بموجب القانون. صحيح الكلام يا سيدي. اقول لك شغله مش صحيح الكلام. واذا ما عملت كل هالحكي اسمعني ماشي. بس اذا ما عملت لا دقيقة ماشي دقيقة. عشان نرد عليك كمان. لا بس دقيقه بدي دقيقه. عارف اذا ما عملت كل هالحكي شو بصير؟ شو الماده 19 فقرها اعطت الحق لمجلس الاطباء تحويل اي مؤسسه مخالفه للمجلس إحالة المؤسس المخالف للقضاء على المدعي العام بوديه. يعني اليوم أنا بعثت لك فاتورة، أنا اليوم بعثت لك فاتورة طبيب غير معتمد، طبيب غير مختص، سقفك منتهي، تجاوزت كل حدودك، مش مطني بوديني على المدعي العام مباشرة. جاوب يا دكتور. هيو يا سيدي جاوب. يا سيدي هيو هيو يا سيدي. هي المادة خلاف شروط التعاقد. شروط تقاعد شيء ما دفعت ما فيش تعاقد يا زلمة. ما انت مع أمه خليك صبور. فيش تعاقد يا زلمة. صندوق التعاوني هو ينوب عن جميع أطباء القطاع الخاص بالقانون. دكاترة بمشوا معك؟ طبعا هذا قانون مرشح بإرادة ملكية سامية. طيب الأخ اللي بيعترض عليه بقول لك راح ولظروف خاصة وبلمح نظام سيدي وبلمح لظروف خاصة بديوان التشريع مرقه وكأنه بلمح إلى فساد في ديوان التشريع. لا مش فساد مو هذا تلميحك. أنا بقول لك هذا النظام مر بكل القنوات التشريعية والتعويم. خليني أحكي لك عنه. لما بتيجي أنت مؤمن مثلا في الشركة خلينا نقول نات هيلث ماشي وأنت مواطن بالكرك طيب واحتجت طبيب عمود فقري وفيش ولا طبيب بالكرك طبيب عمود فقري معتمد لنات هيلث، لكن في طبيب عمود فقري معتمد للشرق العربي. هذا عمل تعويم لأنه عقد موحد لكل شركات التأمين. يعني لا يجوز أن يكون عقد بين صندوق التعاوني والشرق العربي إشي وبين بنات هيلث إشي آخر، كله بنفس الشروط قالب واحد، فمن حقه أنه أن يذهب إلى هناك. صراع مصالح بينك وبين شركات الاتحاد دكتور أم لا؟ طبعا هو اتحاد شركات التأمين ولا عملنا مشكلة مصالح. أقصد هذه لمصلحة الطبيب وهذه لمصلحة الشركات التأمين. هذه لمصلحة المريض يا سيدي. قانون صندوق التعاوني هو التعويم لمصلحة المريض وخاصة خارج عمان. الطب متركز في عمان صحيح. أطباء اختصاص ما في. يعني أقول لك مثال مرضى شركة البوتاس وين معظمهم؟ العمال هذول المساكين مش كلهم بالكرك وبمعان وبالعقبة؟ هذول مأمن شركة البوتاس. طيب. لما بعوم ووافقوا البوتاس والفوسفات على كل قضايا التعويم ماشي. هلا هو بيشتكي من طبيب والله انه بغالي بفحوصاته. شكلنا لجنه فنيه ثلاثه من شركات التامين صناديق التامين جمعيه التامين ماشي. وثلاثه من الاطباء طيب. بحكم واحد قانوني زي حضرته يجي يحكم على اي شكوى بتقدم فيها شركات التامين ماشي. والله هذا الطبيب معلش بدعت سعادتنا الدكتور وبالتالي صندوق التعاوني والله غير مر بكل المجالات ماشي. سعادة النائب على ما يبدو بأن النقابة تفضل. وشركات التأمين طلعوا على الشجرة. مين بده ينزلهم؟
بنك المركزي. ان شاء الله انا بعتقد انه سعادة الأخ عامر، بعتقد أن الروح الإيجابية والحس الوطني عند الجميع يجب أن يتسيد الموقف، ويجب أن نكون كلنا يعني كلنا نتحمل مسؤوليتنا، إن كان شركات تأمين، اتحاد شركات تأمين أو نقابة الأطباء. أعتقد أن هناك سيكون حل، لأنه الكل بالمقابل بس خليني معك، هذا بالمقابل سيزيد على فاتورة وزارة الصحة، لأن وزارة الصحة اليوم عندها الدرجة الثانية والثالثة بالمستشفيات الخاصة، يعني بتم يدفعوا للمستشفيات الخاصة. نعم مؤمنين الآن. نعم. يعني هاي بتمس وزارة الصحة كمان، يعني يا ريت الحل يكون بسرعة. سيدي الحل إن شاء الله سنخرج بحل يرضي الجميع، لأننا معنيين بوجود حل. عرفت زي يعني هلأ اتحاد شركات التأمين يجب أن يجلس على طاولة المفاوضات، ونقابة الأطباء نراعي ظروفها وظروف الأطباء، ونراعي الظروف اللي بيمر فيها الجميع، ونراعي ظروف المواطنين، ونراعي نعرف أيضا أن العبء سيكون كبير على وزارة الصحة، لأنه زي كما تفضلت الفئة الثانية والثالثة أصبحوا يتعالجون الآن في المستشفيات الخاصة. لذلك علينا صندوق التأمين الصحي نتيجة ترضي الجميع. طيب ماشي السيدي. نعم ماشي يعني كلمتك كانت واضحة إن شاء الله. نعم أنا بدي أسألك أستاذ معي سؤال، والله هاي رسالة وصلتني، وعادة ما بحب أقرأ الرسائل. يقول لي أخ عامر، نقيب الأطباء وشركات التأمين كل واحد يدافع عن مصالحه ومصالح جهته الخاصة، والذي سيقع ضحية بديش أقول شو كاتب الرجل هو المواطن 100%. كمان مرة بس أعطيك مجال دكتور الجو. كمان مرة أنا بس بدي أخرج من موضوع شركات التأمين، وما بدي نختزل الموضوع بشركات التأمين. ماشي. في جهات 16 جهة أخرى. ماشي. 16 جهة أخرى غير شركات التأمين معنية بهذا الموضوع. بس بقول لك كلهم اجوا علينا وقعدوا معنا تفاوضوا معنا. يا سيدي أنا الله. ماشي. طيب كمان مرة دكتور. من حق المقدس، إنك تتوافى أو تستوفي أتعاب تتناسب مع مهنتك المقدسة. هذا حكي ما في اثنين بيختلفوا عليه. طيب هذا كلام من شغل تطبيق عمل. لا 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 شو تطبيق عمل؟ جيك. لا مش كلام، مش يا سيدي، مع احترامي لك مش جيك، ومن حقه هذا الحكي، ما في حدا بينكر هذا الحكي. ماشي. لكن كمان مرة احنا عايشين بمنظومة متهالكة، منظومة اقتصادية متهالكة تنهش بالمواطن من جميع الجهات، المواطن من جميع فئاته، المحامي، الطبيب، المهندس، العامل، الغير عامل، كله. العسكري، موظف الدولة، كلياتها. احنا مش حارد كل مين ايده دكتور، مش حارد كل مين ايده اله، مش كل جهة اليوم تيجي بتقول انا بدي ازيد والله لا يرد الباقي. يعني طيب يعني الأطباء يظلوا مثلاً زيك يا سيدي من حاكمك بنفسه ما ظلم. طيب يعني أنا أنت سوري مع احترامي لإلك، أنت دكتور على عيني وراسي، أنت مش أحسن من المعلم، أنت مش أحسن من العسكري اللي واقف على الحدود. احنا متفقين معك، هل العسكري والمحامي والمدرس وكذا ما زاد راتبه من 2008 حتى الآن؟ لا ما هي المشكلة. لا زاد. لا زاد يا سيدي، أنا أتحداك. خليني أكمل لك بالقانون الزيادة عندك. ليش بزاد 10% كل موظفين 6 ليرات يا زلمة، 10 ليرتين بزيد بنسبة راتبه، بزيد بنسبة راتبه. قديش راتب؟ قديش راتب المعلم؟ 6% ولا 10% في 2008 حتى الآن؟ يا رجل أقول لك شغلة، اتفقوا شركات التأمين مع النقابة 2008، وقعوا اتفاق على أن يزيدوا بنسبة التضخم اللي هو 4.5%. طيب. لم تطبق ولا سنة عامر، وبالتالي لما تحسب هذا التضخم المتراكم 90%، هاي أنا ورجيتك في بعض الشيء ما زاد، وبعضها زاد 50% وبعضها 90%. أنا بحب ليش ما زاد؟ ليش ما التزمت أنت بالاتفاق؟ هل سيكون هناك حل لهذا الخلاف؟ مين اللي بيحل الخلاف؟ شركات التأمين اللي أقل واحد منهم بأخذ 20,000 و30,000، ليش ما هذول بحسب لي بالكلفة التأمين؟ لو ما بسوى ما بأخذ سيدي، بزيد راتبه. ما في حدا بحب يدفع زيادة. لا. لو ما بسوى ما بأخذ اللي بسوى يعني أنا ما بسوى. لا شو الراتب. شو اللي تحكيه؟ أنا أعلى مهنة في العالم، أنا أكثر واحد بتعب على حالي، أنا أكثر واحد بتعب حالي. أنت بتدرس 4 سنوات، أنا بدرس 14 سنة حتى أستطيع أني أعمل عملية صغيرة. أنا ما رخشتك بحقك. طبعاً أنا ما رخشتك. ليش تعطيني 6 ليرات وهو بأخذ 60,000؟ ما يعني سؤال، ما هذا السؤال؟ نسبتك كطبيب نعم من كل الفاتورة العلاجية 8%، يعني لو زدت على 100% والمستشفيات الخاصة المستشفيات كأقل ولا زادوا شيء، بل بالعكس اسال مدير مستشفيات الخاصه. طيب بس سؤال بعد سنه، ما انا رنيت عليه مشغول خطه، بس سؤال جاوبني عليه.
الموضوع رمانه ولا القلوب مليانه؟ القلوب مليانه ومفجوره، لانه هم ظلمونا. متى سيكون ظلمونا؟ وبعدين يعني انا بقول انه النقابه مقصره من 2008 لما زادت. يا اخوي احنا نطلب مع سعاده النائب واللجنه الصحيه ووزاره الصحه ووزاره الصناعه والتجاره وهي نقيب الاطباء والاستاذ المحامي ايضا مختص بهذا الموضوع استاذ ماهر وشركات التامين، ردوا على التليفون وحلوا المشكله، لانه والله 2/9 اذا تم التامين بس يا سيدي واحد من 16 يا سيدي شركات التامين وال16 عشان ما يصحش علينا ماهر حسين اجلسوا، لانه ب2/9 اذا تم التصعيد طرح الخصم. يا اخوي الصناديق اللي بيحكي عنها غير شركات تامين جلسوا معنا وتفاوضنا واتفقنا على كل اليه تتعلق بالصندوق التعاوني اللي هو قانون الباقي بس لا يحتلوا فقط شكرا. حكيم جلسنا معهم واتفقنا على كل النقاط وبقيت معلقه قضيه البرنامج بده تعديلات وقضيه الاتعاب يجب ان تدخل وحده. شكرا لنقيب الاطباء دكتور زياد زعم، شكرا لك ولحضورك، شكرا مسؤول المحامي المختص في القضايا التجاريه الاستاذ ماهر الحسين، شكرا لك لقدومك، شكرا لك مقرر لجنه الصحه والبيانيه دكتور هايل عياش، شكرا لك ايضا، وان شاء الله يوم الثلاث تحلوها الساعه 12 يا دكتور، شدوا شوي دمتم بخير، التقيكم غدا في الحين، كل التحايا.